والله صحيح. شوف الملعب التونسي حتى الحقيقه الاتحاد المنستيري عدى ماتش باهي، معناها سيتي ان بون ماتش نتاع بون 0-0، ديما فماش بونتوات، ديما يقعد ماتش ناقص حاجه. لكن زاد يمكن الحاجه اليوم اللي فسدت الماتش هذا هي التحكيم مستوى. الحقيقه انا نطرح العديد من نقاط الاستفهام حول مردود الحكم. اقل شيء معناها اللقطه الاخيره اللي معناها بالنسبه لي انا كانت ضربه جزاء واضحه، موقع يقولوا الحكم ما شافهاش، لكن زاد ما وقعش استدعاء للفار قبلها هي بشويه. كانت معناها لقطه عاديه مسبوقه بتسلل، لا يقع الاعلان على التسلل ويقع الاعلان على ضربه جزاء. التصوير برشا في الماتش اللي معناها اقل احتكاك، فما مخالفات اثر على الريتم نتاع الماتش. حاجه اخرى مهمه بالنسبه لنا احنا اللي هي الاوراق الصفر، معناها انسان جاي، فما بعض اللاعبين لو جي لهم على معناها اقل خطا باش ياخذوا اوراق صفر، وباش معناها خذاهم لاعبين نتاعنا اوراق صفر اللي باش فما شكون مش لاعب المقابله الجايه ضد طرش. لا احنا شوف ما نخلطش راهو للحكايه نتاع الاستهداف هنا. جماعة الناس اللي لها بالتحكيم هي اللي تقيم اسكو انكومبيتونس اسكو معناها موفيس فوا اللي هي نستبعدها شويه. لكن ديما فما الحقيقه هاك تشوف يعني في المقابلات الكل قاعد معناها فما مشكل كبير في تونس نتاع تحكيم، ولهذا معناها الناس المشرفه هي اللي مطالبه باش تلقى الحلول. بالطبيعه بالطبيعه باش نعبروا على احتجاجنا بالطرق الرسميه، احنا ديما نحترموا الهياكل الرياضيه والناس المشرفه على التحكيم باش نراسلوهم باش نلفتوا نظرهم. وبالطبيعه قاعدين كل ماتشات يعملوا في الفيزيوناج نتاعهم وتشوفوا الاخطاء اللي ارتكبها الحكم هذا.